برضه حابين نعرف حضراتكم ان اجتمع معالي الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بعدد من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره المصري عشان يطمن على الترتيبات وتجهيزات المنتخب الاول وكمان المنتخب الاولمبي قبل ما يسافروا ان شاء الله بالسلامه للمغرب. وطبعا كمان اتكلموا عن استعدادات المنتخب الاول لخوض مباراته مع منتخب غينيا ضمن تصفيات المؤهله الى كاس الامم الافريقيه بكوت ديفوار، وكمان استعدادات المنتخب الاولمبي للمشاركه في بطوله امم افريقيا المؤهله الى اولمبياد باريس 2024. اكد ان الوزاره بتعمل على التواصل الدائم والمستمر مع مختلف الجهات المعنيه في مصر او المغرب عشان يعني يذللوا اي عقبات او صعوبات ممكن تكون بتواجه منتخباتنا الوطنيه سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي. وطبعا ده شيء جميل جدا، واكيد بنتمنى كل التوفيق لكل المنتخبات المصريه الوطنيه اللي هتشارك وتمثل البلد ان شاء الله في منافسات مختلفه، كل التوفيق ليهم باذن الله. نتمنى ان هم يمثلوا مصر طبعا بشكل جيد، ولكن مش بس تمثيل، يعني احنا محتاجين نتائج يا كريم، محتاجين كمان يكون في على زي ما تقال ارض الواقع كده انتصارات، لان احنا بصراحه الفتره اللي فاتت ما كانش عندنا اي انتصارات. صح ولا غلط؟ وتعقدنا من جمله او عباره تمثيل مشرف. انا من ساعه ما اتولدت بسمع الكلمه دي، والله كنا دايما الاخبار عايزين نعدي بقى تمثيل. نعدي المرحله دي. والله كبرنا بقى عايزين نسمع حاجه مختلفه. لا بجد يعني اصل انت لما تيجي تبص للمنظومه هتلاقي ان انت عندك حاجات كتيره، مش عايز اخش في التفاصيل، بس عندك كوادر كتيره وعندك طبعا نقاط كتيره ممكن في الاخر تحقق لك نجاح كويس على فكره، لكن ده مش محقق على الارض، وده اللي بيزعل، ده اللي بيزعل فعلا. انت عندك جماهير بالملايين بجد، فالجماهير اللي بالملايين دي محتاجه ان هي تفرح، محتاجه تشوف المنتخبات بتاعتها على كل المستويات يعني بتحقق حاجات مرضيه الى حد ما، نتائج مرضيه. اللي بيحصل حتى هذه اللحظه ليست نتائج مرضيه، خلينا نتكلم بمنتهى الشفافيه. معلش ولا مرضيه ولا تتماشى مع فترات زمنيه سابقه كان فيها منتخب مصر حاجه تانية خالص، حاجه تانية خالص طبعا طبعا.